اش غنقول لك، انت واقيلا كتعرفي ناس يمكن كيخليو له كابلات مضادر. اش غنقول لك، انا راه راجلي شي وريقات، دوك الوريقات شي وريقه طايب لا قلبها مفيرته فيها شي المراه قديمه، دخلها ودي في التليفون ورميها هاد الشيء، راه بك الحيده هي خليها. يعني اش غنقول لك، اصغر الاشياء فيس، شي فيس بايليق وراه صافي راه كاين، غير خليه زعما. بعدي ما نقول بردي ليا قلبي يا ربي كون كيسمع معك. الرجال ديجا معروفين بهاد الشطاره كما كيسموها الشماليين، شي حاجه ما صالحاش لك ومخبيها ارميها. لا لا غير خليها نقدروا نحتاجوها واحد النهار. ولكن امتى حسيت ان هاد الشيء غير زايد؟ هو انا راك تبغيت نتحول لواحد لابارتومون وهذاك الباكاج صغير وهذاك هذاك البياس اللي ما صالح، اش غنقول لك روينا وصافي نصف الرحيل من تما لدابا. اي حاجه كتستعمل كنخليها، اي حاجه ديك اللعيبه ديال خليها من بعد ما كتصلحش عندي صافي. الصباطي الا ما محتاجوش ارميه ولا صدقه ولا شو كيدير ليه. النقره ديال اليوم هي البارح بقى ميكت البارح انا والمدام على قبل هادشي ديال تبقشيش السده. انا فاش كنت ايام باقي زوفر هاد الوالده بحال هكا، انا كنقل فما كان عندي سده على الدار الوالده فما مسكينه كنمشي كنبعك اخرج مع الدراري كنغبر واحد 3 ايام 4 ايام كنجي غاد صدق اخواتها ليا غفلاتني الوالده كنجي كنشوف الوالده كنسكت عافيك. فاش قررت نتزوج داكشي اول حاجه في سيرت لابارتمون ديالي درت سده انتقم من الاول بلاتي بلاتي تسمعي بلاتي تسمعي لكم قسما بالله درت سده في الحمام، درت سده فوق ما ندوش مباشره. جات مرات الدار قالت لي ما قدرتي قلت لها مزيانه درت هذه السده تحت من الدوش، الدوش كابين دوش كتولي السبعه الصونه سخونه فهمت تهليله وفي الجامع فيها ما نعاودش لك اللي طاح لك على بالك جامع تما اللي طاح لك على بالك فيس مطرقه ما عندهاش الراس ديالها طرنو فيس ما عندوش باش كتشد بيه اللي بانت لك على راسك حاطه تما. عرفتي عرفتي المادة باش كدير ليا تيب حتى السيده الوالده كتغفلني وكتعيديش لعيبه ولكن درتها عاليه معانكش باش تطلع ليها خاصك لها السلوب خاصك ما هي ملونه باش تطلع لك السده الله بيرانت معانكش معانكش معانكش. وعرفتي عجبني الحال عرفتي فاش توعيره ما نعرفش ديك الوعيره ما كتشدش نقطه واش تمشي منها كتفكر سيفوني عاد فينا مجموعين لا رجال لا العيال حتى انتم تبارك الله عليكم شويه لا راه كتلقى شي تيليكوموند فينا هو السيديات الويندوز حجرات قدام معضوضين انا مازال عندي شي والله العظيم الا كنشوف فيهم الله يسمح لي السيديات فاهم فيهم دي في دي ودي سي دي. ديك الساعه كنا كنجمعوا بزاف لي دوني الموسيقى عيبه ديك الساعه ديجي اليومين هذا مقشرين راه كيبان لكم مقشرين راه ما يخدمش ما واخا ديروا راه ما غاديش يخدم ومازال حظهم